بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة عميد الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اللقاء العلمي آفاق وتحديات تنمية الغطاء النباتي في ظل التغير المناخي، الذي ينظمه كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي برعاية معالي رئيس سعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر. ونبدأ اللقاء مع سعادة المشرف على الكرسي الأستاذ الدكتور أسماء بنت عبد الكريم الحقيل، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بسعادة عميد الدراسات العليا بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور هشام بن عبد العزيز الهدلك، ونرحب بسعادة المتحدثين ونشكرهم على مشاركتهم معنا في هذا اللقاء، ونرحب بالحضور الكريم وأهلا بكم في اللقاء العلمي الذي يقدمه كرسي أبحاث التغير المناخي وتنمية البيئة والغطاء النباتي بالتزامن مع انطلاق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار من الطموح إلى العمل، ويأتي تفاعلاً مع المبادرات الوطنية في مجال تنمية الغطاء النباتي وحماية الأرض والطبيعة، بهدف تسليط الضوء على أهم تحديات تنمية الغطاء النباتي في البيئات المختلفة في ظل تغير المناخ وسبل تجاوزها، وللمساهمة في رفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي وتنميته للتصدي لتأثيرات التغير المناخي على الكائنات الحية والنظم الطبيعية. ونفتتح اللقاء مع سعادة عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور هشام بن عبد العزيز الهدلق، نيابة عن نائب رئيس جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكركم جميعا على هذا اللقاء العلمي الذي يمثل حقيقة نقلة وارتباط قوي جدا بما يحدث في رؤية 2030 والمبادرات التنفيذية للبرامج الرؤية، نيابة عن سعادة نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور يزيد آل الشيخ، الذي كان حريصا حقيقة على حضور مثل هذه الفعاليات، وأنا أعتقد أنها ستكون إضافة كبرى للجامعة ولمنسوبيها وللباحثين ولطلبة الدراسات العليا، إضافة إلى أنها تمثل، وهذا أعتقد أنه يعني تغير كبير جدا ومهم، الشراكة الكبيرة بين الكراسي البحثية وبين المنظمات والمراكز المعتنية بالتوجهات البحثية والمعتنية أيضا بالتغيرات التي تحصل ضمن رؤية 2030 ومبادرات برامج الرؤية. نعلم أن هناك مبادرات مرتبطة بشكل قوي بتنمية الغطاء النباتي وكذلك بالتغير المناخي، فلا نجد أفضل فرصة من هذا الوقت ومن هذه المبادرات أن يكون للجامعة وللكراسي البحثية ولمنظومة الدراسات العليا والبحث العلمي أن يكون هناك ارتباط كبير جداً بالحركة البحثية وكذلك بالمراكز التي تشرف على بعض هذه المبادرات. فحقيقة أجدها فرصة سعيدة جدا، وكذلك أرى أنها إضافة كبرى لطلبة الدراسات العليا، للباحثين، لأعضاء التدريس، وكذلك لكل من اهتم وله اهتمام كبير جدا بالعلاقة المجتمعية بين الجامعة وبين المراكز التي تسعى إلى أن يكون لها دور كبير. نسعى ونحظى حقيقة بحضور كوكبة من المتحدثين، منهم من له باع أكاديمي كبير ومنهم من له دور أيضا كبير في المنظومة التي تقود هذه المبادرات، فلذلك أجدها فرصة كبيرة أن أرحب بكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه اللقاءات متعددة وأن يكون هذا التوجه الثري والعلاقة بين الجامعة وبين المنظمات والجميع من له اهتمامات حقيقة كبرى بتنمية الغطاء النباتي والعلاقة مع التغير المناخي، خصوصا
أن هذه لها الآن حضور كبير، ونرى أن السعودية والمملكة العربية السعودية تساهم بشكل كبير عبر مبادرة السعودية الخضراء، وكذلك عبر بعض المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي وانحباس الكربون وإلى آخره. فأعتقد أن هذه ستكون أيضا فرصة للباحثين أن يستشرفوا المستقبل، وكذلك أن يروا أين التحديات. اليوم سنتحدث عن بعض هذه التحديات والمعوقات وكيفية معالجتها، فستكون إضافة كبرى، وتطلع إلى أن نسمع من المتحدثين بتجربتهم الثرية كيف يمكن أن يكون هنالك أن يكون هنالك حلول بحثية أكاديمية ومتعلقة أيضا بالتجربة. وهذا سيكون له دور كبير بمشيئة الله في توجهاتنا في الجامعة، وكذلك في توجهات الباحثين والطلبة بشكل عام. أشكر الجميع على مشاركتهم، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء مثل ما ذكرت هو اللقاء الأولي وليس الأخير، وأن يكون هناك لقاءات متعددة في هذا المجال. والشكر أيضا موصول للكرسي البحثي على اهتمامه بمثل هذه اللقاءات، وأيضا بالشراكة المجتمعية مع المنظمات ومع الوزارات ومع الهيئات المتعلقة أيضا بتنمية الغطاء النباتي والتغير المناخي. فشكرا لكم، وجامعة الملك سعود دائما تفخر بمثل هذه اللقاءات، وأن تكون هي الحاضنة لمثل هذه اللقاءات، ونتطلع إلى أن نسمع بمشيئة الله الحديث الثري من الخبراء ومن الأكاديميين ومن الباحثين، وأيضا نتطلع إلى أن نسمع التساؤلات والأسئلة التي سترد ممن له اهتمام، سواء كان من الباحثين أو الطلبة أو غيرهم. فشكرا لكم، وشكرا للكرسي البحثي، ولسعادة المشرف على الكرسي البحثي على الاهتمام بمثل هذه اللقاءات، وأن تكون بمشيئة الله دورية. فشكرا لكم، ونرحب بكم، ونتطلع إلى لقاءات متعددة بمشيئة الله. شكرا سعادة الدكتور هشام على هذه الكلمة الهامة، وإحنا سعيدين بحضوركم وتشريفكم لنا اليوم في هذا اللقاء. فنتطرق في هذا اللقاء لعدد من المحاور نستهلها بالمحور الأول، دور المحميات الطبيعية في تعزيز تنمية الغطاء النباتي، مع سعادة الدكتور طلال بن عبد الله الحريقي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية. الدكتور طلال حاصل على الماجستير والدكتوراه في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية لما يقارب العامين، مدير تنفيذي في مركز التدريب الوطني لإدارة المنشأة والضيافة لما يقارب العامين، تولى عدد من المناصب القيادية في أرامكو السعودية لمدة 24 عاماً، له عدد من المنشورات منها التنمية القائمة على المعرفة في المملكة العربية السعودية وتوزيع السكن السياحي في حاضرة الدمام، نشوء المدن الإلكترونية ودورها في إعادة تشكيل المدن الاعتيادية في المملكة وغيرها من الأطروحات، فليتفضل. مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سعيد جدا اليوم بتواجدي معاكم ومع جامعة الملك سعود، المحفل العلمي اللي نفتخر فيه جميعا، وكل الشكر والتقدير معالي رئيس الجامعة، وكذلك الأستاذ الدكتور هشام الهدلب، وكذلك الشكر موصول للدكتورة أسماء الحقيل لاجتهادها تقريبا من أشهر طويلة وهي تتابع معانا إلى أن وصلنا اليوم لهذا اللقاء العلمي، واللي أسأل الله سبحانه وتعالى يكون فيه فائدة كبيرة جدا لأولا أبنائنا وبناتنا طلاب البكالوريوس والماجستير، وكذلك نتشاور فيه ونتناقش مع زملائنا الأساتذة والمحترفين في تنمية الغطاء النباتي وتنمية كذلك الحياة الفطرية. أنا الآن بحاول أعمل على مشاركة العرض، و بسم الله الرحمن الرحيم الآن بدأت مشاركة العرض، فأتوقع إن شاء الله بدأ معاكم. تركيزنا في هذا اللقاء العلمي واللي محوره العام هو آفاق وتحديات تنمية الغطاء النباتي في ظل التغير المناخي، احنا نركز هنا في الحديث عن المحميات الطبيعية ودورها في تعزيز تنمية الغطاء النباتي. في العرض راح نتكلم عن ظاهرة التصحر والآثار الناتجة عنها، وكذلك عن
التصحر في المملكة العربية السعودية ومسبباتها وأهداف المحميات الطبيعية، ونعرج على الحديث عن المحميات الملكية، ثم نتحدث عن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية والمنهجيات التي اتخذتها وتبنتها الهيئة للحد من أسباب التصحر وزيادة الغطاء النباتي. وكذلك سوف نتحدث عن الغطاء النباتي في محمية الملك خالد والتي تشرف عليها الهيئة. ونختتم في فيديو قصير عن جهود تنمية الغطاء النباتي في المحميتين. بشكل عام بس عشان نحط إطار، نذكر في أن التصحر هو تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة نتيجة عوامل عدة، ومنها العوامل الأساسية هي البشرية. فينتج عن ذلك فقدان التنوع الأحيائي وانخفاض نسبة المياه الشرب وتقليل قلة قدرة الأرض على التكيف مع التقلبات المناخية وانخفاض في إمدادات الغذاء. وهنا يعني نتحدث أن التصحر ليس فقط ظاهرة تحدث في أماكن بعيدة عنا، لكن قد يصل في المستقبل إلى التأثير على الأمن الغذائي للمجتمعات المختلفة، بالإضافة إلى تقليل جودة الحياة بشكل عام للإنسان، وقد تكون من ضمنها التأثير على الأجهزة التنفسية. دراسات العلماء في المملكة وعدة مراكز ركزوا على 3 عوامل هي قد تكون هي الأسباب الرئيسية للتصحر، اللي هي العوامل البيولوجية وعوامل التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. العوامل البيولوجية الجميع تحدث عنها، سواء الرعي الجائر، انتشار الأمراض المرتبطة بالنباتات، وانتشار الأنواع الدخيلة للنبات، وكذلك ضعف جودة التربة. وقد يكون هذا ممكن ليس سبب، إنما قد نتيجة ويقود إلى 7 أسباب مستقبلية. العوامل التغير المناخي لقلة الأمطار، الجفاف وشح المياه. العوامل المرتبطة بالإنسان، وأنا هنا بركز كثير على العوامل المرتبطة بالإنسان، لأن هذه من العوامل التي نحن نستطيع كمجتمعات وكأفراد أن نتحكم فيها. فالعوامل المرتبطة، أول شيء استهلاك الموارد الطبيعية والضغط عليها بأكثر من قدرة الموارد الطبيعية لاستعادة نفسها وإعادة تشكيل نفسها. نجد الإنسان بما أحباه الله سبحانه وتعالى الآن من تقنية وقدرات هائلة صناعية، صار سرعة استغلاله للأراضي وللمواقع الموارد الطبيعية أعلى بكثير من قدرة المورد الطبيعي نفسه لاستعادة نفسه. هنا نحتاج أن نعمل على أن يكون الاستهلاك رشيد ومتناسب مع قدرة البيئة على استعادة نفسها. التوسع العمراني والتلوث والقيادة على التربة، مع ازدياد قدرة السيارات الآن على الوصول إلى أكثر من مكان بالبر، أول كان في أماكن معينة صعب توصلها السيارة، الآن توصل إلى أكثر من مكان. هذا ساعد في زيادة سرعة عجلة تدهور الأراضي. قلة قدرة الأراضي والتربة على استعادة نفسها والغطاء النباتي لا يستطيع أنه يعيد نفسه بسرعة عالية، حسب ما أتذكر أنه الزملاء في الغطاء النباتي كانوا يتكلموا والله إذا كان في دهس للسيارة في موقع معين قد تحتاج الأرض لأكثر من 3 سنوات عشان تبدأ تستعيد سطح التربة وتستعيد غطائها النباتي اللي تدهور. فلما نتكلم عن على مستوى العالم، والجميع بالعالم يشارك في نفس الهموم المرتبطة في التصحر، فأهداف المحمية الطبيعية تتمحور حول حماية التنمية التنوع الأحيائي، تنمية خدمات النظم البيئية، تقليل من أنواع التلوث، وتعزيز القدرة على التكيف. الـ3 عوامل الرئيسية اللي قد تساعدنا في تحقيق هذه الاستدامة هو التكامل بين المجتمع والبيئة من خلال أنظمة حوكمة مناسبة، وإن شاء الله تعالى سوف نتطرق إلى بعض أنظمة الحوكمة التي عملت عليها الهيئة، وفعلا وجدنا منها نتائج مباشرة، لا نقول إنها على طويلة المدى، طبعا 100% البيئة تحتاج وقت طويل، لكن بالحوكمة نستطيع أن نوصل إلى نتائج جيدة ومباشرة. المحميات الملكية وإنشائها والأمر المرسوم الملكي الكريم لإنشائها في عام 2018 أعطى البيئة في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية من لحظة صدور ذلك المرسوم الكريم من المقام الكريم إلى وقتنا الحالي. والمرسوم الكريم قضى في إنشاء اللي هي 8 محميات الملكية، ويشرف عليها
مجلس المحميات الملكيه برئاسه صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد رئيس الوزراء الامير محمد بن سلمان ال سعود حفظه الله. التنظيم ركز على ثلاث جوانب اساسيه، هو الحفاظ على البيئه وعلى المكونات البيئيه والطبيعيه، اعاده توطين الحياه الفطريه وانمائها، وتنشيط السياحه البيئيه، وهذا الهدف منها هو اخراط المجتمع داخل البيئه وزياده من معرفه المجتمع بالبيئه وتبني اليات لدعم البيئه من خلال معرفه وزياده انخراطه بها. هيئه تطوير محميه الامام عبد العزيز بن محمد الملكيه، وهي القريبه جدا من الرياض، طبعا بس بعطيكم فكره، الهيئه تشرف على محميه الامام عبد العزيز بن محمد الملكيه اللي هي تقع شمال شرق الرياض الى مناطق معينه في المنطقه الشرقيه بامتداد طريق الدمام، وكذلك تشرف على محميه الملك خالد شمال الرياض. الهدف الرؤيه هي ان تكون متنفس بيئي يساهم في حمايه الحياه الفطريه وانمائها ووجهه رئيسيه للسياحه البيئيه. كذلك هناك قيم أساسية تعمل عليها الهيئة، وهي الحماية والتنمية والمواطن والاستدامة والأصالة، وأنا أحب أركز هنا على الأصالة. هنا نقصد أن التنمية البيئية لا يقصد فيها زيادة إدخال نباتات مختلفة عن النباتات اللي موجودة أصلاً في الموقع، والحفاظ كذلك على الثقافة والنفوذ الثقافي وكيفية تأقلم أجدادنا مع البيئة وتكاملهم معها. ترتكز أعمال ومشاريع الهيئة على ثلاث ركائز اللي هي صون الطبيعة والمشاركة المجتمعية والسياحة البيئية. فالمنهجية اللي اتخذتها الهيئة للتعامل مع التصحر والتعامل مع والعمل على استعادة الغطاء النباتي هو التجدد الطبيعي، وهذا هو الخيار الأول اللي نعمل عليه، مساعدة الأرض والبيئة أنها تتجدد طبيعيا دون تدخل او بادنى تدخل ممكن مننا او من البشر. اذا لم يكن ذلك ممكن وهذا موجود في حاله التدهور العاليه، نعمل على الاجراءات والحلول لكن قائمه على الطبيعه اللي هي نيتشر بيست سولوشنز، وهذه مثلا تكون اجراءات للحمايه، اداره النظم الطبيعيه، قد يكون معالجه بعض المواقع وتعديلات معينه لإعطاء البيئة فرصة أنها تبدأ تستعيد نفسها بنفسها، فيكون التدخل مرتفع بالبداية وينخفض تدريجيا، وإن شاء الله لما نتكلم عن مشاريع الغطاء النباتي راح نذكر لكم بعض الأمثلة من ذلك. والإطار الأساسي هو تعزيز دور المجتمع من خلال التوعية وانخراط المجتمع في إعادة البيئة. فبذلك نصل إن شاء الله تعالى إلى المنظور العام للاستعادة، وهو الوصول التحول من بيئة متدهورة إلى بيئة نظام بيئي سليم، ومن نظام بيئي غير فاعل إلى نظام بيئي فاعل. وهذا يكون بتكون الموائل وتكاملها من غطاء نباتي وحياة فطرية مرتبطة معها، وإنسان متأقلم وقادر على التعامل مع البيئة حسب قدرتها على إعادة نفسها. أحد الممارسات الأولى اللي بدأنا فيها بالهيئة من بدايتها في عام 2021 هو تنظيم الأنشطة، فعملنا على تنظيم أنشطة السياحة البيئية، وكذلك تنظيم أنشطة الرعي، وتنظيم أنشطة مرتبطة في بعض الأنشطة التجارية والتخييم في مواقع مختلفة. هذا قادنا إلى الوصول إلى نتائج جيدة جدا، خاصة إنه في مواقع مثلا تم توجيه الرعي إلى مواقع محددة، المواقع الأخرى اللي تم الحفاظ عليها وحمايتها ازداد فيها الغطاء النباتي بشكل جدا قوي، الآن مر عليها دورتين ربيعية مكتملة والمخزون البذري ازداد. احنا السنة هذه ننتظر إن شاء الله زيادة في الأمطار، وإن شاء الله تعالى المخزون البذري والأعشاب تكون جدا عالية. الممارسه الثانيه اعاده ادخال النباتات الطبيعيه والاصليه، وهنا مره ثانيه اركز عليها ان احنا من خلال الاساتذه اللي اشتغلوا معانا كاستشاريين، من خلال الدراسات اللي عملتوا فيها انتم اساتذتنا بجامعه الملك سعود والجامعات السعوديه الاخرى، وكذلك انتم الطلاب درسناها وتعرفنا على تاريخ المنطقه وعلى النباتات اللي موجوده فيها، فما لم يكن هناك شواهد ظاهره قويه لوجود نبات معين لا نعمل على ادخاله.
المنظر اللي قدامكم هي الموقعين لمواقع تم إعادة إدخال النباتات فيها، بدأت من عام 2022، والآن لله الحمد نجد مستوى النمو جدا جيد فيها، ارتفاع النباتات بدأ يزداد، وكان هناك استجابة خارج المناطق اللي يتم الري فيها، يعني الري بالتنقيط، لكن اللي خارج مناطق اللي فيها الري ازدادت، يمكن واضح عندكم انتم من حواليها. العامل اللي هنا اللي ممكن نقول كبير بالاضافه الى التشجير والري هو الحمايه، فنجد ان الحمايه ادت الى اعطت الطبيعه فرصتها. الممارسه الثالثه، وهنا نتكلم احنا عن التدخل، وزي ما قلنا لكم احنا نحاول دائما يكون التدخل متدرج، نبدا اولا تدخل بسيط، بعد كذا نشوف اذا في نتائج نستمر فيه، اذا نحتاج تدخل اضافي نعمل. هنا في بعض المواقع كانت متصحره وكانت جافه، وصل الى درجه انها هي صبخات جافه، النبات جدا منعدم فيها. ونشوف هنا الصوره اللي على اليمين في عام في 12/12/2022، يعني في فتره كان فيها اوريدي مطر، كان فيها نسبه رطوبه جيده، لكن لم يكن هناك اي تصحر. فعملنا على حرث المنطقه هذه، بمعنى اخر هي تقليب التربه، وعملناها على 3 نماذج، 5 سم و10 سم و15 سم، عشان نشوف المخزون البذري وين موجود، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية أو الثالثة. هذه المنطقة على اليسار بعد الحرث، بمعنى آخر بعد سنة من تقليب التربة، ونجد الآن لله الحمد أنها استعادت نفسها. وهنا نوضح أنه ليس بالضرورة أن تكون هناك يتطلب أنه تكون إجراءات كبيرة جدا، لكن لما نتعامل مع إجراءات متماشية مع البيئة نفسها ومع طبيعتها، ونعطي البيئة فرصتها أنها تبدأ تستعيد نفسها، تستجيب بإذن الله سبحانه وتعالى. الإجراء الممارسة الرابعة وهي حصاد مياه الأمطار، وهنا حاولنا أن نتبنى تقنيات عمل فيها في دول مختلفة، وهو الحفر، تقريبا نقدر نقول على أشكال حفر هلالية، لاستقبال أكبر قدر ممكن من المياه المنسدلة على سطح التربة، وعكس اتجاه ميلان التربة اللي هي عكس الهيدرولوجي سلوب. فوجدنا أنه سبحان الله، يعني كانت في أكثر من مفاجأة حدثت داخل الحفرة الهلالية. الأول مفاجأة فعلا صار في تجمع للمياه، وتوقعنا أن الإنبات يقع فقط داخل الحفر، لكن وجدنا أنه الإنبات صار في الجوانب منها. اثنين، وجدنا انه صار في تجمع اكثر للبذور داخل الحفر، فمع الهواء مع سيلان بعض المياه بدات تتجمع فيها. الانبات حدث خلال نفس الشيء خلال فتره السنه، وحدث عندنا مفاجاه اخرى، وهو تكون موائل للحياه الفطريه، فوجدنا انه بعض الثدييات الصغيره وبعض الحشرات صارت تتجمع داخل الحفره الهلاليه، فصار في نقدر نقول مايكرو ايكو سيستم داخل الحفره الهلاليه هذه. بالنسبه لنا ممكن نتخيلها كانها صارت رياض ولا فيضات صغيره. وهذا بالتدخل البسيط. الخامس وهو التوعيه البيئيه واخراق المجتمع فيها، ولله الحمد يعني استجابات المجتمع جدا عاليه معانا. خلال الاسبوع هذا فقط انه كان في اكثر من 500 رجل وامراه باعمار مختلفه موجودين معانا في غربي روض تخريم لزراعة أشجار بأيديهم، وكانوا جدا سعيدين، وجميعهم جايين مرتبطين فيها من رجال كبار بالسن، نساء كبار بالسن، وأطفال وأمهات وآباء. طيب، السؤال اللي ممكن نجاوب عليه، أو السؤال اللي نحتاج أننا نوضحه، وخاصة أن احنا في محفل علمي فنحتاج نتكلم عن أرض. السؤال، هل هي فقط انطباعات ولكن او فعلا في اشياء على الارض وليست انطباعات؟ من خلال المصورات الجويه وتحليل الاندي في اي والساتلايت ايمجز العاليه الدقه، عملنا مقارنه بين عام 2000 والغطاء النباتي في عام 2022 وفي الغطاء النباتي في النسبه الفتره اللي قبلها. وجدنا انه نسبة التغير بين 22 و 23 وصلت في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية إلى 1% تقريبا. طيب، لما ناخذها من مساحة المحمية احنا نتكلم عن 13000 كيلو متر مربع، واحنا نتكلم هنا عن تجمع غطاء نباتي وليس نبتة
شجرة واحدة أو شجيرة أو أعشاب بسيطة. اللي النبات يمكن قياسه من خلال صور فضائية. فالزيادة هذه كانت جدا ظاهرة وواضحة لنا. طيب نجي على محمية الملك خالد. محمية الملك خالد طبعا الكثير من الأساتذة يعرفوها، وطلاب كثير من الجامعة ترى عملوا دراسات وأبحاث عليها. كانت زيادة في الغطاء النباتي تصل إلى حوالي أكثر من 5% زيادة في الغطاء النباتي، وذلك فقط بأعمال يعني بعض الأنشطة التحفيزية وزيادة بالحماية وزيادة في تعديل سطح التربة لزيادة مساميتها وإخراج المخزون البذري اللي يكون قد تراكم على سنوات مختلفة من البذور من التصحر. فالمقطع القادم بعد كذلك انه راح نشارككم فيه ونوضح التجربه كيف صارت وكيف نتج عنها والى اي درجه وصل الان زياده في الغطاء النباتي. قبل ما نروح للفيديو انا حاب بس اننا اذكر انه من الانشطه الرئيسيه ولا الممارسات الكبيره اللي يجب ان يقوم فيها الانسان هي مساعده البيئه على استعداد نفسها. كلما قللنا من التدخل البشري وساعدنا البيئة عليها كلما كان نتيجة أكثر استدامة. فالآن نبدأ الفيديو، وإذا واجهت مشاكل في النتورك ولا شيء ترى موجود على موقع الهيئة وكذلك على منصتها في منصة إكس. هذه الأهلة والحفرة الهلالية بداية حرثها، واضح حتى نسبة الملوحة زايدة في التربة. الآن في عام 2023 تغير شكل سطح التربة، ازداد الإخضرار سواء فيها أو حواليها داخلها. مناطق التشجير، وكما نرى لا تقتصر الزيادة بالغطاء النباتي فقط على المنطقة اللي فيها زرع، لكن المناطق اللي حواليها. هنا استخدمنا تقنية لحماية النبتة في بداياتها وزيادة وتقليل أثر الحرارة عليها. هنا زيادة في الغطاء النباتي. فالخلاصة أن ظاهرة التصحر لها تأثير على جودة الحياة الإنسان، لكن مكافحة هذه الظاهرة والحد من العوامل المؤدية لها هو هم مشترك للجميع، ولا يقتصر فقط على جهة معينة، لكن الجميع يشارك فيه، وإن شاء الله تعالى نساعد في زيادة جودة الحياة. المحميات الطبيعية تلعب دور مهم في مكافحة التصحر من خلال تعزيز الغطاء النباتي والمحافظة على المكونات الطبيعية ودعم أنظمة النظام البيئي لاستعادة نفسه والبحث والتطوير. وإحنا الآن معاكم كمجموعة من العلماء، وكذلك إن شاء الله كثير من الطلاب المقبلين إن شاء الله يكونوا علماء. البحث والتطوير جدا مهم لزيادة الآليات والممارسات المناسبة، وما لا نقيس نستطيع ان نقيسه لا نستطيع ان نديره. فلله الحمد احنا اتخذنا آليات مختلفة، خاصة باعتماد على المعلومات الجيومكانية والمصورات الجوية، صار عندنا قدرة على قياس ما يحدث اليوم والعمل عليه للمستقبل وتعديل كلما تقدمنا من خلال الرصد الميداني وكذلك الرصد عبر الساتلايت، وكذلك وحدات قياس مختلفة منها التعرف على رطوبة التربة، زيادة في كذلك المخزون البذري، وآليات مختلفة من البحث والتطوير. وندعوكم يعني لزيادة الأبحاث والدراسات اللي تقوم فيها الجامعة وطلابها في المحميتين عندنا. وفي الختام أشكر لكم استماعكم وحسن إنصاتكم، وكذلك أنا حاب أشكر هنا ومعايا هنا بالعرض
الأستاذة كوثر الشلاش، هي رئيسة قسم صون الطبيعة، أحد الكفاءات الشابة عندنا بالهيئة، بدأت من سنوات طويلة في العمل معنا، ولله الحمد الآن نحصد نتائج جدا كبيرة، فكل الشكر يا كوثر، كذلك أشكر الدكتورة أسماء وفريقها المبدع، شكرا جزيلا للجميع. شكرا دكتور طلال، سيتم تخصيص النصف ساعة الأخير من اللقاء إن شاء الله للمداخلات. ننتقل للمحور الثاني، تحديات التشجير في البيئات المختلفة بالمملكة، مع سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، أستاذ بيئة المراعي كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود. الدكتور عبد العزيز حاصل على الدكتوراه في محاصيل الأعلاف والمراعي من جامعة نوتنغهام المملكة المتحدة عام 89، ماجستير في إدارة المراعي من جامعة ولاية كاليفورنيا 1982، رئيس قسم الإنتاج النباتي بكلية علوم الأغذية والزراعة في الفترة من 2004 إلى 2010، مدير محطة الأبحاث والتجارب الزراعية بكلية علوم الأغذية والزراعة في الفترة من عام 93 إلى 97، عضو مجلس برنامج ماجستير العلوم في التنوع الإحيائي المشترك بين كلية العلوم وعلوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود عام 2002 إلى 2007، عضو مجلس المراجعين المعتمدين بجامعة الملك سعود منذ عام 2017، عضو مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر منذ عام 2019. مستشار غير متفرغ في الهيئة الملكية لمحافظة العلا منذ عام 2019. مستشار عمل مستشار في شركة الجسر لتقنية المعلومات في تقييم المراعي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الفترة من 2012 إلى 2014، حاصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن أفضل كتاب مترجم إلى اللغة العربية عام 2002، حاصل على شهادة المقيم المتميز للأبحاث الممولة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، شارك في تنفيذ 5 مشاريع بحثية وطنية، أشرف على 10 طلاب لنيل درجة الدكتوراه وأكثر من 20 طالبا في مرحلة الماجستير، نشر أكثر من 80 بحث في مجلات علمية محلية وعالمية، ترجم 3 كتب من اللغة الإنجليزية إلى العربية. فليتفضل مشكورا. شكرا حقيقي جزيلا لسعادة الدكتور سامي الهدلق عن الدراسة العليا، وكذلك سعادة الأستاذ عثمان رئيس كرسي تغير المناخي مع الوطن دي في الناس. دكتور عبد العزيز الصوت غير واضح. أنا آسف، عندي جهاز حقيقي في مشكلة، لكن أحاول إن شاء الله أتفاداها. لعل الآن أوضح، قربت شوي زيادة من الميكروفون. الآن أفضل. جميل. هل واضح الآن؟ لا، العرض لسه غير ظاهر. عندي مشكلة صحيح. أنا حقيقة أرسلت للزميلة العرض في الحالة، أنا كنت أتوقع أن في عندي مشكلة، فما أدري هل بإمكانية أن أشغل من عندكم؟ أنت تسمعني؟ إيه دكتور معاك، بس أنا ما عندي فكرة إنه هل نوصل العرض. بس نعم وصلت لكم، نعم أتوقع أن يصير عندي مشكلة الآن عندي. حضرتك أرسلت العرض. أرسلت قبل يمكن نص ساعة.
تمام دكتور، أيوة ممكن نعرض الآن لو سمحتوا، بس في التنسيق العرض. تمام، تفضل دكتور. ما هو واضح عندنا ستارت تسوي ستارت يعني ما هو واضح انا عندي شيء طيب ما ادري هل هو باين لدى الجميع؟ انا ممكن هي ارفع دكتور بدأ العرض، لو سمحتوا بس تحركوا السلايد من فضلكم. أنا ممكن أفتح عندي و أيوة يا دكتور، بدأوا بالأيام. تفضل دكتور، تحديات التشجير. بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة آسف على صارت هذه لكن هي من أهم نعم من أبرز التحديات في التشجير في المملكة الحديثة هو نقص المعلومات عن نتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية للمشاريع السابقة برغم طبعا أني أعرف أن هناك مشاريع كانت بحثية ومشاريع أخرى تنفيذية منذ فترة طويلة وقد اطلعت على يعني عدد منها على سبيل المثال قبل 20 سنة كان عندي فرصة أن أزور في أحد المشاريع التنفيذية في الطائف ولكن للأسف يعني هذه المشاريع القديمة يعني ليست متوفرة لدى الجميع وإنما هي مكتوبة في مجرد يعني تقارير محفوظة ولا يعني يمكن الاستفادة منها كثيرا للجميع طبعا قد يكون من المناسب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وخاصة ذات يعني المناخ المشابه للمملكة كما مثلا في الصين أو في الهند في راجستان أو حتى في صحراء كالاهاري يعني أعرف أن هناك مشاريع كثيرة في هذا الموضوع الطائرة الثانية النقطة الثانية هي المحافظة على مستويات التنوع النباتي هذا من الأهداف الأساسية اللي يقصد بالتشجير منها فممكن أن يكون هذا المحافظة على تنوع من عدة مستويات المستوى الأول والمستوى الجيني فيعني في السابق كانوا يرون أن هناك مثلاً ابتعدت عن مسافة 300 ميل ينبغي أنها ما تنقل مصادر نباتية إلى موقع آخر ويعني طبعا السبب في ذلك أنه قد يكون هناك بعض المشكلات مثل التهجين الداخلي ما بين يعني في حالة وجود اختلاف جيني بين عشيرتين عشيرة بعيد متباعدتين فأحيانا قد يحدث مثلا تهجين داخلي بين أفراد العشيرتين خاصة لما يكون هناك موجود مسبقا موجود عشيرة من نفس النوع الذي ينقل إليه نباتات جديدة من عشيرة أخرى أو قد يحدث أحيانا ما يسمى بتلاشي أو الفاوندر إفكت حالة عدم وجود عشيرة محلية للنوع نفسه كنتيجة للتربية الداخلية وقد يكون هذا ناتج أيضا لانخفاض العدد اللي بدأنا فيه
من العشيرة التجربة إلى الموقع الآخر. فيعني مع الزمن قد يكون هناك مشكلة في تلاشي الموروث الديني أو الوراثي بسبب التربية الداخلية. طبعا ننتقل بعدها. للتغلب على هاتين المشكلتين يمكن القيام باستخدام التقنيات الحيوية المتقدمة لفحص العشائر النباتية التي يتم جمع المصادر النباتية منها لمعرفة إذا كان هناك اختلافات وراثية فعلا بين المنطقة التي سيجمع منها النبات والمنطقة التي سينقل إليها النبات أو ما يسمى أحيانا في الناحية العلمية يسمى إيكوتايبس، بمعنى أن هناك يعني تأصل وراثي لنفس النوع بسبب الاختلاف في البيئات من مكان لآخر. مثل ما قلت لكم قبل شوي أنه أحيانا أو السابق كانوا ينظرون إلى أنه يعني يفضل أنه يكون الجمع من عشائر متقاربة من حيث المسافة بحيث أنها لا تزيد عن 300 كيلو متر، أو من حيث الارتفاع لا تزيد عن 100 متر عن سطح البحر. اختلافات في هذا الشأن في حالة المناطق الجبلية. لكن الآن مع تطور التقنيات الحيوية فيمكن الاستعاضة عن ذلك معرفة إذا كان هناك فعلا اختلافات جوهرية ما بين المصادر الوراثية لكلا العشيرتين. أيضا ممكن جمع البذور من أكبر عدد ممكن من أفراد العشيرة النباتية لنضمن أن هناك يعني تنوع عالي وراثي عالي في مصادر البذور التي جمعها. أحيانا يميل من يقومون بجمع البذور أو حتى العقل إلى أنهم يكتفون بعدد قليل من النباتات. حقيقة أن هذه قد يؤدي إلى مشكلة أنه يكون التنوع الوراثي داخل المصدر المجموع قليل جدا بحيث أنه يحدث مشكلة لما ينقل إلى منطقة أخرى أنه قد يكون هناك يعني تربية داخلية لهذا النوع فيفقد التنوع الوراثي. أيضا في حالة يعني أن في الأحوال العادية يجب عدم الالتزام أو عدم الاستعانة بزراعة الأنسجة إلا في أحوال خاصة عندما يكون هناك عندنا نوع نباتي يعني خلينا نقول أنه مهدد بالانقراض و يعني ممكن الاستفادة من زراعة الأنسجة في إعادة انتشاره. في هذه الحالة ممكن اللجوء إلى زراعة الأنسجة، لكن في الأحوال العادية لا ينصح حقيقة باستخدام زراعة الأنسجة لإكثار النباتات البرية. أما على مستوى هذا ما يتعلق بالمستوى الأول هو المستوى الوراثي. مستوى الأنواع طبعا مثل ما قال قبل شوي الدكتور طلال انه يعني دائما احنا نقتصر على العمليه على الانواع المحليه في عمليات التشجير. فممكن ايضا استخدام اكبر قدر من الانواع المحليه لزياده التنوع، يعني ما يكفينا ان نستخدم مثلا اشجار الطلح ونقتصر عليها، لابد من بدأ من الموقع الذي سيقام فيه التشجير لأكبر قدر ممكن من الأنواع المحلية الملائمة لذلك الموقع، يعني المواد المستهدفة. طبعا أيضا إذا قمنا بذلك حيث المستوى الوراثي أو على مستوى الأنواع لا شك أننا سنحصل على زيادة في أو أيضا نحافظ على التنوع الأحيائي بشقيه سواء النباتي والحيواني وكذلك أيضا من حيث الأنواع الدقيقة. بعده من التحديات أيضا
الفهم الثاقب للنظم البيئية. حقيقة في بعض تجارب الدول كان هناك يعني مثل ما نقول ضغط على البيئة، بحيث أنها يعني تقوم بتشجيرها فوق ما يحتمل هذا الموقع. كل موقع له قدرات كاملة من حيث التربة، من حيث إمكانية وصول النباتات إلى السويل مويشر أو يعني رطوبة التربة أو غير ذلك، أو حتى أيضا أي يعني عامل يحد من قدرة الموقع. فكل موقع من المواقع اللي يراد تشجيرها لابد أن يكون لها قدرات كامنة، فتعدي هذه القدرات كما هو موجود في الصورة السفلى من الناحية اليمنى، لاحظ أن هناك فشل لأن زيادة يعني عملية التشجير فوق ما يحتمل الموقع. الشيء الثاني مراعاة التوزيع الطبيعي للنبات في المواقع الطبيعية، وكما هو حاصل أو واضح من الصورة يعني يفضل في الصورة أقصى اليسار أن تكون يعني هذا هو التوزيع الطبيعي للنباتات، يعني لا يمكن أن يكون نباتات تستجيب لجميع المواقع من حيث قدرتها على النمو. فغالبا كما هو في الطور الوسطى الأشجار والشجيرات تحتاج إلى كميات أكبر من الرطوبة، ولذلك غالبا ما توجد للأودية، وأحيانا يكون هناك خارج هذا النطاق يعني تختلف النباتات الموجودة صالحة للزراعة. فهذا المقصود بالتوزيع الطبيعي. للأسف يعني قد يكون هناك أيضا مشكلة أنه لا نزال عندنا بعض التقنيات اللي لا تستطيع أنها توزع النباتات بشكل طبيعي، ولكن هذا حقيقة أنه مقبول للوصول إلى درجة كافية من التوزيع النباتي داخل الموقع. الشريحة اللي بعده، كان عندنا ناحية أخرى أنه عندنا لله الحمد كثير من المشاتل الأهلية، و أسف يعني أو ربما أنه لا يوجد عندنا مشاتل معتمدة في عمليات التشجير. وطبعا أفترض أو أعرف أنه يعني المركز الوطني لتنمية القطاع النباتي ومكافحة التصحر على وشك أنه يصدر يعني والستاندردز أو أشياء خاصة بالمعايير اللي ممكن يجب الوفاء بها لإعطاء اعتماد لأي مشتل من الشركات الأهلية. مثلا على سبيل المثال التزام في بروتوكولات جمع المصادر النباتية، مثل ما قلت لكم قبل شوي أنه يعني أنا أعرف أن كثير من المشاتل وأيضا كثير ممن يجمعون البذور لا يذكرون من أين جمعت هذه البذور، ولا أيضا كم نبات استخدم لجمع هذه البذور. أيضا من الأشياء أنه خلو المعايير الخلو المراكب الحشائش أو النباتات الغازية، وكما ترون في الصورة الواضحة هنا عندنا الفسوق والسجيلوفلورا، وهذا حقيقة بالتأكيد ظهر سبب عدم احتراث المشاتل التي قامت ب يعني زراعة النباتات الزينة في هذا المكان، فحصل أنه يعني ظهر هذا النبات. وأنا أعرف في هذا الشارع أنه لا يوجد أصلا أي قبل تنفيذ المشاريع هذه، مشاريع الملك عبد العزيز للمواصلات، دكتور لا يوجد في هذا الشارع أي نبات. فلذلك دكتور يعني نعم تبقى دقيقتين من الوقت. طيب ممكن ننتقل اللي بعدها إذن.
أيضا اللي بعده. اللي بعده ممكن. لا بغير الشكر، أعتقد أنه فيه وضعت يعني شريحة، نعم فيها الريفرنسز، نعم هذه بعض الريفرنسز أو المصادر اللي ممكن الرجوع عليها للاستفادة من ما سبق أن يتحدث. شكرا لكم. شكرا دكتور. ننتقل إلى المحور الثالث، ظاهرة انتشار الإصابة بنبات العنب على الأشجار، مع سعادة الأستاذ الدكتور سعود بن ليلي الرويلي، أستاذ بيئة المراعي بجامعة الملك سعود سابقا، عضو مجلس الشورى، عضو جمعية البيئة ومكافحة التصحر. دكتور سعود حاصل على الماجستير والدكتوراه في علم المراعي من جامعة ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، عضو مجلس الشورى السعودي حاليا، عميد شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود في الفترة من 2011 إلى 2015، رئيس قسم الإنتاج النباتي بكلية علوم الأغذية والزراعة عام 2010، خبير المراعي بمنظمة الأغذية والزراعة سابقا، أشرف على العديد من طلاب الدراسات العليا وله العديد من البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة. فليتفضل. مشكورا. دكتور سعود هلا دكتوره، في صوت الان؟ الآن طلعت، تفضل. طيب شكرا، معلش. شكرا دكتوره، شكرا دكتوره اسماء، احيي الحضور و شرفتني حقيقه الدكتوره اسماء ان اشارك بهذا اللقاء مع اساتذتي وزملائي واصدقائي جميعا الموجودين في هذا اللقاء اليوم. يعني سمعنا من أساتذة وبشكل مختصر سوف أتحدث عن مشكلة طبيعية أو واحدة من العديد من المشاكل. أننا نعرف عندنا نباتات غازية انتهازية وغيرها أثرت سلبا على بيئات المملكة، والموضوع اليوم هو نبات العنب، وهو ليس نبات غازي لكن هو نبات محلي موجود في المملكة، وهو من النباتات العنمية المتطفلة على العديد من الأشجار، وحقيقة تسبب ليس فقط في المملكة ولكن في كثير من النظم البيئية حول العالم سببت مشاكل كثيرة. معروف أن النباتات المتطفلة هي حقيقة نباتات لها آثار سلبية، من ضمنها أنها زي العنب، الشجرة هذه صورت في جيدة في العلا، نلاحظ أن الموارد قليلة، ولذلك لما تطفل العنب أدى إلى موت الشجرة وهي واقفة. العنب ينقسم إلى مجموعتين، هذه النباتات المتطفلة على الأشجار في المملكة لها ممصات تهرق السيقان أو الفروع وتمتص المواد الغذائية، ومع ذلك هي تعمل على البناء الضوئي لأن لها أوراق خضراء، ولكن لها ممصات وواضحة في الصورة هنا على أحد الأشجار الأكاسيات، حجم الممصات المخترقة لجذع
الشجرة، وهذه صورة أخذت في أحدى الأودية قريبة من العلا. كان عندنا مشروع مع الدكتور عبد العزيز السعيد وبعض الزملاء قبل سنوات لحفر أو حصر الأنواع الموجودة ودراسة تأثيرها السلبي على الأشجار. في بعض الدراسات ذكرت أنه يوجد في المملكة حقيقة 6 أنواع من العنب، ومنها رسالة رحمة وهي رسالة ماجستير من جامعة الملك عبد العزيز، وذكرت 6 أنواع موجودة في المملكة، وذكرت كذلك كولونيت وغيرها بعض الأنواع، وهي كلها تدور في هذه 6 أنواع. كذلك كان هناك عندنا طالب جميل النمر عمل دراسة في الطائف على منتزه سيسد ومنطقة سديرة ومنتزه الوهط، وسجل 3 أنواع من العنب، وكثير منها موجود على الطلح والسلم والأساك والسمر. النوع الأول حقيقة هو النوع اللي متعارف عليه ومنتشر كثير في المملكة. هذا واحد من الأنواع اللي وجدناه في الوهط. لاحظ ان البذور كبيره، الاوراق عريضه، كميه الانتاج على الشجره هائله جدا، متوقع انه حقيقه هو ليس فقط ساق واحد او فرع من الفروع، تقريبا هذه الشجره مليئه بهذا النبات المتطفل. النوع الآخر اللي سجلناه وأخذنا صور له هو النوع الثاني، ووجدناه على نبات طلح موجود في الوهط بمحافظة الطائف. هذا النوع اللي متعارف عليه وموجود كثيرا، وهو ممتد إلى بعد تبوك، ينمو على أشجار كثيرة مثل الطلح والسلم والسمر. كذلك يذكر الدكتور عبد العزيز سعيد أن وجدناه حتى على شجرة البان. فبعض الأوقات هذا النبات المتطفل ممكن حقيقة أن يتطفل على أشجار أخرى. مشكلة هذه الأنواع المتطفلة أن بذورها فيها طبقة لزجة، هذه تحميها حقيقة. كذلك تساعد على أنها تلتصق في النبات إذا سقطت من نفس الشجرة أو عن طريق الطيور. هذه الطبقة اللزجة هي فقط ليست أنها تساعدها على أنها تلتصق، ولكن هناك دراسة وجدت أن الطبقة هذه تساعد على افتراض اللحاء للنبات، فهي تعمل بطريقة مثل الأسد حقيقة، هي تذيب اللحاء ليخرج خلينا نسميها الجذر أو المصاص اللي يمتص، يخترق الساق أو الجذع، ثم تبدأ بإنتاج المجموع الخضري وتبدأ تمتد في النبات. كثيرا ما كان يتحدث انه لماذا اصلا احنا اليوم حقيقه يعني نشخص هذه الحاله؟ ليش هذه المشكله برزت يعني في العقود او السنوات الماضيه؟ الدكتور طلال تكلم عن اشياء كثيره منها المناشط الانسانيه، وأنها أدت إلى تدهور كثير من البيئات خلال العقود الماضية. التدهور هذا حتى طال الأشجار وطال الحياة الفطرية. فمن الأشياء اللي حقيقة تغيرت إنها الطيور لا تحصل على طعامها كما كانت تحصل عليه. فبدأت ليس فقط طائر البلبل، لكن كثير من الطيور بدأت تتغذى على هذا النبات ثم تنتقل من شجرة إلى أخرى، وتضع هذه البذور على النباتات ثم تنمو أودية كاملة. وخاصة لاحظنا أنها الأشجار الكبيرة بسبب أن الطيور
طيور في الأعشاش هي تأتي على الأشجار الكبيرة. وهذه بعض الأبحاث حتى في دول أخرى تتكلم عن طائر البلبل وتأثيره على انتشار نبات العنب في كثير من المناطق. النقطة الأخرى اللي أثرت أو تأثرت على انتشار النبات، إن في الماضي كان الرعاة أو أهل الحلال معهم زي الكلاب، يقصون المجموعة الخضر لهذا النبات للغلاف، وهو معروف أنه ذو قيمة غذائية عالية. فهذا حد من انتشار النبات وإنتاجه للبذور. بعد ما صار هناك تعديف أو علف مدعوم من الدولة، صار أرخص بالنسبة للرعاة وأهل الحلال أنه يشتري العلف، أما شعير أو برسيم أو غيره مدعوم، وتركوا هذه العادة. فبدأ ينتشر هذا النبات من مكان لآخر، بدأ ينتج بذور، والبذور تنتشر عن طريق الطيور بشكل عام. هذه صورة، هذه واحدة من الصور، هي لزميلنا الدكتور عبد الله الحارثي اللي على اليسار. تلاحظ في الصورة اللي على اليمين فوق كمية البذور اللي أنتجت، إما تنتج أو انتقلت عن طريق الطيور. أول ما تسقط هذه البذرة تخرج ما يسمى بالمصات من البذرة، ثم تبدأ تخترق أو تلتصق البذرة هي الفرع، ثم تبدأ الممصات تخرج، ثم تبدأ تلتصق وتنتشر داخل النبات، ثم يبدأ النبات في إنتاج زي ما ملاحظين على اليمين في جذع الشجرة، كيف إن الأوراق بدأت تنمو. دائما نتكلم عن الحلول، مثل ما قلت، حقيقة يعني احنا سوينا تجربة بسيطة واحنا في الحقل، يمكن ابو محمد الدكتور عبد العزيز ذكر هذا، ان اخذنا بعض النبات، كان هناك بعض الخلال الابل، وضعناها في الموقع ولاحظنا كميه او اعداد ليس لا باس بها من الابل تجمعت على العنم وبدات تاكل فيه. فهذه زي ما قلت في قبل شوية، إنها حقيقة انعدمت هذه التقليد اللي كان موجود بأن الرعاة كانوا يقصون بكلاب أو بشيء ما بعصا العنم ويعطونه الحلال في وضعه. الحلول حقيقة يعني من رأيي الشخصي إنها صعبة. احنا نتكلم عن نباتات طبيعية، نتكلم عن الأشجار، أنت تحاول أن تنقذ الأشجار من هذا النبات المتطفل. إشكالية إن الأشجار هذه موجودة في أودية على طبيعة، تلاحظون هنا في الصورة اللي على اليسار كيف إن الممصات صارت مثل السرطان حقيقة على فرع النبات. فما يوجد حل في هذه الحالة إلا أنك تقص الجذع أو تقص الساق أو تقص الفرع كاملا لمنعه. ومثل ما وريتكم في الصورة الأولى، حقيقة إن الممصات تبدأ تمتد وتخترق داخل النبات. فأنا كنت أقول إنها هي زي بعض الأوقات السرطان، يجب أن تستأصله، واستئصاله هو عن طريق قص هذا الجذع. بما أن هذه النباتات طبيعية، فلا يمكن معاملتها معاملة كيميائية مثلا، لأنك تتكلم عن بيئة طبيعية والمواد الكيميائية لا يمكن. الشيء الآخر المهم، أن الشجرة الواحدة حقيقة قد يكون فيها، احنا حسبنا من 10 إلى 15 فرع وجذع، يعني يكون فيه الممصات أو هذا النبات موجود متطفل. سمعت أنا أشياء حقيقة غير واقعية، سمعت كلام إنه والله نريد أن نكافح
طائر. غير صحيح هذا، أنت لا يمكن أن تكافح الطائر أو تقضي على هذا الطائر، وهذا غير يعني تتكلم عن التنوع الحيوي، هذا غير وارد في هذا المفهوم. فأنا أترك حقيقة للزملاء والمناقشات إنه ماذا يمكن أن يعمل لهذا النبات. سمعت أن هناك مكافحة آلية، أنا لم أرى شيئا حتى الآن، لأنه وعورة المكان، ابتعاد الأشجار، منطقة كبيرة شاسعة جدا بدأ ينتشر فيها هذا. فنحتاج اليوم أن نعرف حقيقة مدى انتشار هذا النبات من حدود اليمن إلى شمال المملكة. هو ولله الحمد لم يأتي حتى الآن إلى الوسطى، لكن الخوف أن يوم من الأيام يبدأ ينتشر ويقضي على الأشجار، زي ما لاحظت الشجرة تموت وهي واقفة في بعض، ولاحظناها كثيرا حقيقة في كثير من الأودية، والنبات في الأخير يموت، لكن يبقى أنه ينتشر ويتكاثر. والموضوع الآن هو لا لم يوضع لحلول، نتكلم عن دراسات ونتكلم عن أنه في مشكلة، لكن نحتاج تكاتف الأيدي بين الجامعات وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة وبين المراكز مثل المركز الوطني للغطاء النباتي، لمحاولة الحد من انتشار هذا النبات المتطفل في بيئات المملكة. شكرا يا دكتورة. شكرا دكتور. شكرا دكتور سعود. ننتقل الآن للمحور الرابع، محدودية موارد المياه وتقنيات تعزيزها في المناطق الجافة، مع سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن سليمان الطرباي. أستاذ الهيدرولوجيا ومصادر المياه، كلية الهندسة بجامعة الملك سعود سابقا، حاصل على الماجستير والدكتوراه في هيدرولوجيا ومصادر المياه من جامعة ولاية كولورادو الولايات المتحدة الأمريكية، عميد كلية الهندسة بجامعة الملك سعود في الفترة من 1999 إلى 2005، رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود في الفترة 1988 إلى 1992، عضو لجنة تحرير مجلة العلوم الهندسية بكلية الهندسة في الفترة 1995 إلى 1999، عضو المجلس العلمي بجامعة الملك سعود في الفترة من 96 إلى 99، مستشار في وزارة الزراعة والمياه في الفترة من 1984 إلى 1988، مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط في الفترة من 1993 إلى 2005، حاليا مستشار في أمانة مدينة الرياض في مجال السيول ومشاكل تصريف مياه الأمطار، عضو في مجلس إدارة جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه، رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه في دول مجلس التعاون، قام برئاسة فريق العمل المكلف بإعداد الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون، ساهم في العديد من المشاريع البحثية المدعومة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كباحث رئيس وباحث مشارك، نشر أكثر من 100 بحث في المجلات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية. فليتفضل. مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر زملاء المشرفين على هذا اللقاء والذي رتبوه له من وقت طويل، الدكتورة أسماء وزميلاتها
المغربية في المركز، وأحب أني أعطي نبذة عن المحور المهم اللي هو محدودية موارد المياه وتقنيات تعزيزها في المناطق الجافة. طبعاً محتويات عرضي اليوم هو مقدمة عن أول شيء ببدأ مقدمة عن محدودية موارد المياه في المملكة في ظل التغير المناخي، بعدين نتكلم قليلاً عن أهم التقنيات في تعزيز موارد المياه في المناطق الجافة، نعرف حصاد المياه في المناطق الجافة وأيضاً فوائده ومكونات نظم حصاد المياه، وكذلك عن تقنيات وأساليب حصاد مياه الأمطار والسيول، ثم أخيراً حصد وخزن مياه الأمطار والسيول والتجارب في ذلك في المملكة. طبعاً شح الموارد أو ندرة المياه، المياه محدودية الموارد في المملكة، معروف أن احنا نتعايش دائماً مع الندرة، وندرة المياه في منطقة دول مجلس التعاون أو الجزيرة العربية معروفة أنها من أقل مناطق العالم في تواجد المياه الطبيعية. يعني هذا الشكل يبين أنه زي ما نلاحظ دول مجلس التعاون 177 متر مكعب في السنة فقط مقارنة ببقية مناطق العالم. نلاحظ أنه هي أقل منطقة في العالم في حصة الفرد من المياه الطبيعية. طبعاً التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المياه في المملكة، عندنا طلب متزايد على المياه لكل الأغراض وتدني كفاءة استخدام المياه، الاعتماد بشكل كبير ومتزايد على مياه التحلية في تأمين مياه الشرب، الحاجة لوجود خطة متكاملة لتوفير امدادات مياه الشرب لكل مناطق المملكة لا سمح الله في حالة الكوارث والطوارئ، هذه الوزارة بدأت الحمد لله الشغل عليها. عندنا أيضاً محدودية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وعندنا أيضاً تحديات اقتصادية ومالية مرتبطة بمشاريع المياه والصرف الصحي. أهم تقنيات تعزيز موارد المياه في المناطق الجافة، ممكن نتحدث عن ثلاث الأشياء الأولى هنا في السلايد، ولكن التركيز في بقية المحاضرة سيكون على الرابع منها. فعندنا استمطار السحب، طبعا طريقة استمطار السحب هي معروفة ومجربة في كثير من دول العالم، وأدت إلى زيادة هطول المطري في كثير من مناطق العالم. الاستفادة أيضا من الضباب والندى في كثير من دول العالم، خاصة مثلا تذكر جارتنا سلطنة عمان استفادوا من ضباب والندى في بعض التشجير في الجبال في عمان. أيضا عندنا في الصحاري في الكثبان الرملية في كل الجزيرة العربية نستطيع الاستفادة أيضا من الرطوبة المخزنة في المناطق الكثبان الرملية. والرابع والمهم في هذه المحاضرة هو تقنيات هو حصد وخزن مياه الأمطار والسيول. طبعا نبدأ بتعريف حصاد المياه في المناطق الجافة. تعريف المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعرف حصاد المياه بأنه أي عملية ونفذ على الأرض من أجل الاستفادة من مياه الأمطار بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تجميع مياه الجريان السطحي وتخزينها واستخدامها للأغراض المختلفة. ولكي يتحقق حصاد المياه بطريقة معقولة لابد يكون المعدل السنوي للأمطار لا يقل عن 100 ملم. لو نظرنا للخارطة هذه للمملكة العربية السعودية نجد أنه معظم المناطق الجنوبية الغربية الربع الخالي وبعض أجزاء المنطقة الشمالية والشمالية الغربية قليلة الأمطار، ولذلك حصاد المياه منها أو حصد وخزن مياه الأمطار والسيول قد لا يكون مناسب لها، لكن بقية مناطق المملكة نجد أنها أكثر من 100 أو 100 مليمتر فأكثر، ولذلك تصلح تطبيقات مياه الأمطار والسيول فيها. ما هي فوائد حصاد المياه؟ طبعا تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لزيادة الموارد، تعزيز الحفاظ على مصادر المياه واستدامتها، توفير موارد المياه لأغراض الري، وتغذية المياه الجوفية وتحسين نوعيتها، وتخفيف تأثير ظاهرة التغير المناخي من خلال التخطيط السليم لتخزين المياه أثناء فترات هطول الأمطار الغزيرة وسد النقص في إمدادات المياه بفعل عمليات الضخ. ما هي مكونات نظم أو أي نظام لحصاد المياه؟ ثلاث مكونات رئيسية
عندنا منطقة المستجمع المائي، يعني هي المنطقة اللي تساهم في تجميع مياه الأمطار والسيول أو السيول مهما كانت المساحة. يعني ممكن مساحة المستجمع المائي أو الكاتشمنت أريا ممكن تكون 2-1 كيلومتر مربع أو حتى مئات الكيلومترات المربعة. أيضا مرفق للتخزين، يعني المكان اللي تحجز فيه أنت المياه، مياه سواء مطر أو سيول سيل، من وقت جمعها حتى الاستخدام. ثم المنطقة المستهدفة، يعني المنطقة اللي بتروح لها المياه بعد أن يتم تخزينها وحصادها، يا تستخدم في الزراعة يا لسقي الحيوانات يا للشرب. نبي نتحدث الآن بشكل مبسط عن 8 تقنيات أساسية لحصاد مياه الأمطار السيول في المناطق الجافة. الثمان دولي يعني ممكن حصرها في استخدام أسطح المنازل في المدرجات الزراعية زي ما وضحت بعض الصور، وإعادة توجيه مياه الجريان السطحي عند الأبار التغذية في بحيرات السدود، إنشاء أحواض صغيرة اللي يتكلم عنها الدكتور طلال، زميلنا الدكتور طلال من أول محاضرة، والسدود الصخرية المتسلسلة أيضا، وإنشاء البحيرات أو برك التخزين أو ما نسميها هنا في المملكة الجدران الصناعية، وأيضا الزراعة البعلية. الزراعة البعلية ما عندي صورة لها، لكن على الأقل نعرف أنه في قديم الزمان آبائنا وأجدادنا في الجزء الوسط والشمال الجزيرة العربية كانوا يزرعون ينترون بذور القمح في مناطق مائلة أو تميل لها الميول الأرض من جهات متعددة، بحيث ماء المطر يتجه لها وأحيانا يطلعوا بإنتاج جيد. هذه مثلا استخدام أسطح المنازل في النوع الأول. طبعا هذه تكون في مناطق أو في مدن قد تعاني من نقص مياه، وهي في مناطق جافة لكن في مناطق رطبة أو شبه رطبة، لكن عدم قدرة بعض الحكومات على إمدادات المياه بشكل جيد، قد يضطرون القرى والمدن الصغيرة لاستخدام أسطح المنازل على الأقل كم متر مكعب في الأسبوع للاستخدامات الشخصية. عندنا الأحواض الصغيرة في الأراضي الزراعية اللي تفضل الدكتور طلال بذكرها، طبعا هي عملية إنشاء أحواض صغيرة للحصول على الماء مباشرة من المطر، وتعمل تدك وتوضع لوحات بلاستيكية أو قطيع خرسانية لمنع تسرب المياه، وتستخدم في تنمية الأشجار أو زراعة الأشجار زي ما ذكر الدكتور طلال. عندنا المدرجات الزراعية معروفة وموجودة في المملكة في المناطق الغربية والجنوب الغربية جنبية الغربية. طبعا هي مدرجات زي ما الصورة توضح توفر مياه الري، ويكون بناءها عن طريق ترصيص الأحجار مختلف الأحجام فوق بعضها لبناء جدار متوسط ارتفاع لحماية التربة وتخزين المياه للمحاصيل. وكانت هذه الطريقة مستخدمة بشكل جيد ومتميز بالذات لزراعة الحبوب في منطقة عسير، منطقة الباحة، جبال عسير والحجاز، لكن تدهورت نوعا ما في السنوات الأخيرة نظرا لهجرة بعض السكان إلى المدن للعمل، وأهملت بعض هذه المدرجات. وأعتقد أنه كنت أتمنى أن الدكتور إبراهيم عارف يتكلم عنها، كان في مبادرة في عند وزارة البيئة والمياه والزراعة لإحياء هذه المدرجات وتنميتها من جديد. السدود الصخرية المتسلسلة هذه طريقة زي ما توضح الصورة على اليسار. طبعا احنا ممكن بناء سدود صخرية على ارتفاعات معينة تتحكم او خاصة في الميول المتوسطة والعالية لتهدئ تدفق السيول واستخدامها مباشرة في المنطقة. أيضا في تقنية اللي هي إعادة توجيه مياه الجريان السطحي، وهي عملية توجيه المياه الجريان زي ما نشوف الصورة. هذه الطريقة طبعا في الأودية أو في الشعاب اللي تكون ميولها في الغالب متوسطة. عندنا أيضا اللي ذكرت أول، إنشاء البحيرات أو برك التخزين أو ما نسميه الغدران الصناعية، وهي عملية إنشاء بحيرات أو برك تخزين على المجاري الرئيسية للشعاب والأودية، يمكن من خلالها حصاد مياه الأمطار والجريان السطحي لتخزينه داخل البحيرات والبرك واستخدامه في عمليات مختلفة، سقي الحيوانات أو التشجير أو كمنطقة سياحية.
طبعا هذه التقنيه طبقت في المملكه شوي بعد شوي نشوف ان شاء الله تطبيقها. هذه التقنيه ايضا متواجده في كثير من الدول اللي فيها هطول مطري من 100 ل 150 الى 200، في الباديه السوريه مثلا، في السودان يسمونها حفائر، وفي تونس، وفي في المملكه بدانا فيها الحمد لله من قريب. ابار التغذيه في بحيرات السدود ايضا، هذه طريقه لزياده او لسرعه تخزين المياه الجوفيه، بدل ما تبقى المياه في بحيرات السدود مده طويله وتتعرض للتبخر، فهذه التقنيه هي عباره عن حفر انابيب تغذيه الى داخل الطبقه اللي تنزل لها المياه الجوفيه، ووجود فتحات معينه تسرب الماء او توجه الماء راسا الى المياه الى المنطقه الى الطبقات الجوفيه لزياده تخزين المياه الجوفيه، وهو الغرض الرئيسي من هذه النوع من السدود. نبي نتكلم عن حصد وخزن مياه الامطار والسيوف في المملكه. فيها اساليب قديمه طبعا، ولو انها اساليب قديمه واستعملت حديثا ويجري تطوير بعضها. فعندنا تخزين مياه الامطار للشرب والزراعه باستخدام مياه سيول مباشره في الزراعه، مثل في الوديان في تهامه كانت السيول الى جرت في الوديان، المزارع اللي في اول الوادي تاخذ مياه سيول وتستخدمها راسا في الزراعه، ويوضع عقم في اخر منطقه المزارع الاولى دي، ثم يفتح العقم ويروح للمزارع اللي بعدها، وهكذا إلى أن تصل السيول إلى آخر الوادي. أيضا زي ما قلنا المدرجات الزراعية هي طريقة موجودة قديمة، ولكن أيضا تحتاج تطوير وتحديث. عندنا أيضا المشهور درب زبيدة، وهو معروف أنه هي برك تخزين مياه في طريق الحجاج من العراق إلى مكة المكرمة، وهذه كانت طبعا بنتها زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد، وكانت تغذي أو توفر الماء لقوافل الحجيج على طول المسافة من العراق إلى مكة. أخيراً بنتكلم ببساطة عن مشروع الملك فهد لحصد وخزن مياه الأمطار والسيول، ونفذ هذا المشروع معهد الأمير سلطان جامعة الملك سعود، وكنت وقتها عضو الحمد لله مشارك في هذا المشروع الحيوي، وهو عبارة عن تطبيق تقنيتين مهمتين في استخدام أو في تطوير موارد المياه أو الاستفادة منها. لاحظ في الصورة هذه أنه في باللون الأزرق يوجد الوادي هذا أو الشعيب اللي جاي من الشمال إلى الجنوب، هذا في منطقة ضرمة طبقناه ونفذنا البرك الكبيرة دي. في أسفل في المنطقة الجنوبية عندنا سد في الأزرق، سد صخري مبني بحيث انه يحقق التدفق في المنطقه دي، يمنع الجريان الى ان يصل الى مستوى قمه البركه دي. البركه هذه طولها تقريبا 300 متر وعرضها 100 متر والعمق تقريبا 6 الى 7 متر. منطقه التجميع هذه تقريبا مساحه حجمها 250 الف متر مكعب. المنطقه دي يسميها منطقه ارتخاء، اللي هي أوطى من المنطقة دي، هدفها أن الرواسب اللي جاية مع السيول تخفف منها لتدخل مياه صافية إلى البحيرة دي، البحيرة الصناعية. هذا بارامتر يعني بيو يوضح هذا الشعيب اللي في غرب الظلمة، تنزل أو يمر الماء من هنا ويطلع من هنا، وتندلق كل البركة دي في المياه، وعند مصممة هيدروليكية بحيث أنه إذا امتلت ينفتح الماء هنا. يعني ارتفاع السد هذا معمول بحيث يتناسب مع قمة الماء هنا. هنا عندنا ثلاث مآخذ للمياه، إذا امتلت البركة دي بسيول يجون الناس يأخذون من الفتحات هذه مياه بالصهاريج ويستخدمونها بالذات للسقيا الماشية أو للشرب في الحجر والقرى. هذا الهدف.
هذا السد اللي قلنا عليه، وهذه منطقة الارتخاء، وهذه مدخل، وهذا مدخل البركة. هذه البركة لما تم الإنشاء قبل الفصل أو الموسم المطري، وبعد جاء سيل وامتلأت امتلاء كامل، وجلس الماء فيها تقريبا من 8 إلى 9 أشهر، والناس تسحب من المآخذ الثلاثة اللي شفناها في الصورة اللي قبل. والتقنية الثانية اللي نفذها المركز معهد أيضاً معهد النيل سلطان هي وضع أنابيب تغذية في بعض السدود. أنابيب التغذية دي لها فتحات، لها فتحات تشوف 3 فتحات، عندما يمتلئ تمتلئ بحيرة السد، الفتحات هذه تأخذ الماء النظيف إلى داخل تغسيل المياه الجوفية، وتساعد على سرعة تدفق المياه الجوفية من بحيرة السد إلى الطبقات الجوفية أو طبقة المنطقة الأرض المياه الجوفية اللي تحت. هذا في سد العلب في الدرعية، وهذه في سد الحريق في منطقة الحريق جنوب الرياض. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور. ننتقل إلى المحور الخامس، أثر تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار على النظام البيئي، مع سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد عارف، أستاذ علوم البيئة والغابات بجامعة الملك سعود سابقا، حاصل الدكتور على الدكتوراه في علوم البيئة والغابات من جامعة أدنبرا بريطانيا، يعمل حاليا مستشار بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مالك مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، المشرف على دراسة الحيازات الزراعية بجازان والباحة وعسير، حاصل على جائزة المراعي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال الإبداع في مجال التصحر، حاصل على جائزة أبها في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية لعام 2014، حاصل على درع المنظمة العربية للزراعة في مجال استدامة الزراعة بالمملكة، حاصل على براءة اختراع من أمريكا في اختراع وتطوير جهاز يعمل على زيادة إنتاج الصمغ العربي، أشرف على العديد من طلاب الدراسات العليا، له العديد من البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة، شارك في تأليف 5 كتب عن البيئة. فليتفضل مشكورا. أول شيء أسلم على الجميع كلهم، الزملاء والأخوان والمشاركين والمحاضرين، وعلى رئيس الكرسي الدكتورة اسماء. ومحاضرتي تتعلق بعرض موجز عن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، على أن تكون المبادرة هذه يعني تطبق في المناطق اللي ذكرت الدكتورة الطرباق، في المناطق التي تكثر فيها المدرجات الزراعية وتكثر فيها كمية الأمطار، وبالتالي وضعنا لها يعني خطة استراتيجية، واعتمد لها مبلغ 600 مليون ريال، وأنا مالك لهذه المبادرة ومشرف على هذه المبادرة وعلى مشاريعها، والتي زادت عن أكثر من حوالي 18 مشروع في كل من الباحة وعسير وجيزان ومحافظة الطائف. احنا قبل ما نبدأ في هذه المبادرة ذهبنا إلى مدينة الملك عبد العزيز لأخذ الصور الفضائية التي تعطينا وين توجد المدرجات الزراعية، وفعلا يعني جلسنا معهم أكثر من حوالي 2 أو 3 أشهر، واستطعنا من خلال التعاون مع المدينة أن نحصل على كل المدرجات الزراعية، قد يكون إلى 70%، حصلنا على 800,000 هكتار من الصور الفضائية التي تحدد المدرجات الزراعية في ال4 مناطق، وبالتالي استطعنا يعني نأخذ الصور هذه، ثم تم يعني عرض مشروع نجحت فيها ونجحت فيه شركة إيكوم العربية الأمريكية، وعملت على الدراسة في بحيث أنها تعطينا وش إمكانية المدرجات وتأهيلها، وش المدرجات الصالحة للتأهيل، المدرجات اللي لا يعني صعب التأهيل أو يعني حصل لها تدمير،
يعني حاولنا بقدر الامكان ان نكون مع الشركه لمده سنه، اعطتنا كامل التفاصيل، ولعلنا ان شاء الله نعرض الدراسه يعني طبعا الشريحه اللي بعدها الله يحفظك اللي بعدها كمان هاي هذه المناطق الاربع. طيب روحي كمان اروحي الى اللي بعدها الله يحفظك اللي بعدها الله ايوه اللي بعدها. طيب هذه بس اذا تحليل صور الاقمار الصناعيه لمعرفه يعني المدرجات الزراعيه، حددت الحزمه باللون الازرق محافظه الطائف الباحه عسير. احنا ما ذهبنا الى المدرجات الزراعيه اللي هي على ارتفاع من 1700 الى 2000 بما فيها مناطق 6 محافظات في منطقه جيزان، وطبعا هذا كان التعاون مع مدينه الملك عبد العزيز. ثم ذهبنا الى شركه ايكوم التي تم ترسيت المشروع عليها. الشريحه اللي بعدها طبعا تم دراسه من الشركه الدراسه الهيدرولوجيه، ثم زي ما ذكر الدكتور الطرباق هناك طرق واساليب حصاد المياه تم يعني وضعها يعني ودراستها ووضع التصاميم المناسبه للمبادره. ثم بعد ذلك المخرج الرابع دراسه الوضع العام للمدرجات الزراعيه ووضع خيارات علميه وتطبيقيه لعدد المدرجات الزراعيه. المخرج الخامس دراسه تصميم اعاده التاهيل المدرجات. المخرج السادس دراسه الجيوتقنيه، او المخرج السابع الى دراسه التصميم الاولي لانظمه المياه، والمخرج الثامن دراسه التركيب المحصولي لمناطق المبادره، والمخرج التاسع هو دراسه الطرق واليات التنفيذ للمبادره. اللي بعدها طبعا احنا بعد ما تم يعني استلام الدراسه من الشركه الامريكيه كنا نواجه مشكله كبيره جدا، كيف نذهب الى المناطق، كيف نتعامل مع المزارعين، كيف نتعامل مع المجتمع بمنهجيه جديده ما حدثت منذ تاسيس المملكه، وهي ان كيف يعني الوزاره تذهب الى المزارع وتتعامل معاه وتعطيه تعمل له حصاد مياه، يعني تعمل له مدرجات تاهيل. وجدنا في بدايه الامر امر صعب جدا، قد لا يتقبل المزارع وقد يعني يتفاجئ انه يعني في خدمه تقدم بهذا الاسلوب. طبعا احنا عشان ننجح في عمليه مشروعنا وضعنا بعض يعني الضوابط اللي ممكن نتحكم في مدى تطبيق برنامجنا، وفي نفس الوقت مدى ما يستفيد من فوضعنا ماذا يجب على المزارع عمل الاستفاده من المبادره، ما هي الشروط والالتزامات من الجهه المنفذه من جهتنا، ما هي الخطه المستقبليه بعد انتهاء المبادره، يعني لابد يكون هناك في لان في منشات وفي زراعه، وبالتالي لابد من عمل تقييم لها، اليه التقييم لهذه المشاريع، ما هي الخطه التي يمكن خلالها السيطره على المشكله تحدث من تدفق المياه، وكل الزملاء يعني لما يكون في فيضانات وكيف المدرجات هذه هتتحمل ما عملناه، وما هي الاساليب التي ممكن نرشد فيها المزارع وقت غزاره الامطار بحيث انه يحافظ على ما تم بناءه من مدرجات، تقييم مؤشرات الاداء اثناء العمل وبعد العمل، فوائد تطبيق تقنيه حصاد مياه الامطار مباشره، والدور البيئي لتاهيل المدرجات الزراعيه في المناطق المستهدفه. هذا كان يعني من ضمن الضوابط التي وضعناها قبل البدء في العمل. الشريحه اللي بعدها طبعا سندت المشروع الى مجلس الجمعيات التعاونيه، وكان لنا هدف واضح بحيث ان يعني لو جت شركه اي شركه اخذت المشروع يمكن نفشل، لكن احنا قلنا في جمعيه زراعيه وتعاونيه يراسهم مجلس الجمعيات التعاونيه بالرياض، يا كل الجمعيات 170 جمعيه واكثر في مجال الزراعه تخضع لهذا المجلس، وبالتالي تم ترسيت المشروع. طبعا في منافسه ولكن منافسه كانت محدوده، ونجح فيها المجلس، وبالتالي استطعنا ان نضع حوكمه اللي هو يعني كما تلاحظون يعني طبعا في مالك المبادره اللي هو انا ادير المشروع، طبعا في مجلس الجمعيات اللي هو رسيت عليه المشروع، بعدين وضعنا مدير مشروع، وهذا المدير المشروع يتصل بكل يعني الشركاء اللي هو وضعنا. طبعا تم توظيف حوالي 75 سعودي في هذا المشاريع بحيث انهم هم يعني يتابعون المشاريع ويشرفون المشاريع، وفي نفس الوقت يعني يستفيدون وهم يصبحون يعني ان شاء الله يعني نواه للمستقبل في برنامج تاهيل وحصاد مياه الامطار والزراعه وكل ما، لان يحصل لهم تدريب ويحصل لهم دورات، وبعضهم حصل حتى على شهادات في تخصص اداره المشاريع.
طبعا الاخصائي المشروع تحت الجمعيات التعاونيه، مثلا بعسير، جمعيه بجيزان، بالباحه، يعني بحيث انه كل واحد يشرف على كل جمعيه تعطى جزء من العمل. يعني مثلا في الباحه عندنا حوالي 4 جمعيات اشتغلت، نعطي كل جمعيه عمل معين. يعني انا عندي مثلا 200 خزان تقسم بالتساوي بين الجمعيات لانشاء الخزانات. عندنا مثلا 200 300 مدرج تقسم بين الجمعيات، فاصبحت الجمعيات هي اللي تدير العمل وتشرف على العمل، وفي نفس الوقت يعني المزارعين يستفيدون مباشره من خلال يعني عمل تعاوني مشترك ما بين الجمعيات وما بين يعني طبعا الدعم من الوزاره مجانا، لكن وضعنا شروط مهمه جدا. يعني نحن لم نذهب الى اي مزارع ما عنده في مزرعه شيء، لان قلنا نضمن جوده العمل ونجاح العمل. وضعنا شروط بان نذهب للمزارع في بدايه الامر اللي عنده مزرعته 50% مزروع، و50% عنده 3 مدرجات او مدرجين مزروعه زراعه فعليه وقائم عليها. وفعلا يعني استطعنا من خلال تطبيقنا لهذه الشروط ان ننجز العمل، والحمد لله يمكن بتشوفون النتائج بعد قليل. لم ينسحب من اللي دخلوا معانا في المشروع يمكن ولا 2 3 ولا تذكر اصلا، الا يكون بوفاة شخص ولا شيء، لكن الحمد لله استطعنا ان ننفذ المشروع بكل يعني احترافية وبكل نجاح. يعني حقيقة لانه عملنا بعد ما انتهينا من بعض المشاريع عقد تشاركي مع احدى الجامعات السعودية وعملت تقييم لما تم انجازه، عملت مع المزارعين، مع خارج المزارعين، مع الجمعيات، وعملت يعني دراسة يعني للدور لهذه المبادرة ومدى الاستفادة منها زراعيا، بيئيا، اجتماعيا. وكانت النتائج الحمد لله يعني ورفعت لولي العهد الله يحفظه، وعلى ضوء تم اعتماد زيادة مبلغ في عن المبلغ السابق. يعني الشريحة اللي بعدها طبعا يعني هذه نتائج اللي هي يعني الشريحة توضح لما أخذنا من شركة إيكوم الدراسة، أصبح عندنا الآن وضوح كامل على المدرجات التي يمكن تأهيلها. ظهر عندنا من خلال 800 ألف هكتار 142 ألف هكتار مدرجات زراعية يمكن تقسم إلى قسمين. الجزء الأول بعضها يحتاج إلى تدخل، ويحتاج إلى تدخل قوي، وبعضها يحتاج إلى تدخل ضعيف. يعني قسمت بشكل جود وبات، يعني جيدة وغير جيدة. لكن حنا نذهب إلى 70 ألف هكتار التي هي صالحة للزراعة في ال4 مناطق. حظيت منطقة عسير ب40 ألف هكتار صالحة مدرجات، ومنطقة الباحة ب17 ألف، منطقة الطائف ب4 آلاف، ومنطقة جيزان ب9 آلاف مساحة المدرجات أو عدد المدرجات التي يمكن أن نتعامل معها. طبعا يعني هي في مجموعات، وطلبنا من الشركة الأمريكية أن تعطينا رقم لكل قطعة، وبالتالي الحمد لله الآن وضعت على بوابة الوزارة في الجيوميكاني بحيث أن نعرف كل مكان وكل قطعة سواء دخلت في التأهيل أو ستدخل في التأهيل مستقبلا. اللي بعد الله يحفظ. طبعا احنا في بداية الأمر أو إلى حد اليوم احنا أهلنا أكثر من 975 هكتار، وعدد المواقع 1643، تم زراعة 400 ألف شتلة من المشاريع. لكن حنا استطعنا ان نوزع مجانا من المشاريع التي اقمناها خارج نطاق مشاريع التاهيل 1,100,000. يعني زرعنا 1,500,000 من اهم الاصناف اللي هي البن 600,000، والعنب بانواعه، والتين بانواعه، والكمثرى واللوز في الطائف. وعندنا يعني عدد المستفيدين حوالي 12 ألف مستفيد، طبعا مباشر أو غير مباشر. الشيء المفرح جدا إنه يعني لما كنا بداية الأمر كان يعني الإقبال ضعيف، وكان يعني الآن عندنا في قائمة الراغبين في دخول المبادرة الحمد لله بتوفيق الله 6,000 مزارع. يعني لما تحسب المزارع وتحسب معاه يعني 2 3 من عائلته وأولاده وكذا، شوف كم الرقم بيطلع الآن اللي عندنا مسجلين. وكل يوم يجينا يعني طلب لإدخالهم ضمن. عندنا حوالي الآن
جانا دعم زيادة 400 مليون على أساس أننا إن شاء الله نواصل عملية التأهيل اللي احنا خططنا له في بداية المبادرة، بحيث إن شاء الله يكتمل خلال بإذن الله تعالى نهاية 25 2025 بإذن الله تعالى. الشريحة اللي بعدها، عدد المواقع وعدد المستفيدين ومساحة المدرجات في المرحلة التمهيدية، وفي يعني هي الشريحة اللي قبلها وصفت لنا العدد كامل هنا، بس يمكن أكثر. روحي اللي بعد، الله يحفظك. اللي بعدها، طبعا يعني زي ما ذكر رئيس المدير التنفيذي للمحمية، عندنا زي ما تشاهدون هذه يعني أول منطقة عملنا فيها، طبعا في أحد المحافظات تم تأهيل 4500 جورة بالشكل هذا. تم وضع شبكات الري وبناء خزانات. أنا ودي أقول كلمة يمكن كثير من الناس ما يستوعبها، في المناطق الجبلية تختلف عن المناطق المنخفضة. أنا عندي جبل، ما عندي شبه أحواض مائية أقدر إلا في بعض الشعاب والفروع عملنا فيها ثلاثنية زي ما ذكر الدكتور الطرباقي، اللي هي ما يسمى بالقضايم، القضايم المبنية على متر ونص، وثم ما تعمل حجز للمياه لكن تستفيد من الآبار وكذا. هذه كان من ضمن شغلنا، لكن من ضمن الشغل الأساسي في المنطقة المرتفعات وخاصة المزارعين يعانون، يعني المياه إذا جت الأمطار لا يستفيدون منها ولا يمكن 2-3%. زي ما ذكر الدكتور الطرباق، لما عندنا تأهيل المدرجات استفادت منها المدرجات بطريقة الجور الغائرة. أضف إلى ذلك إنشأنا خزانات مع تنظيف الممرات المائية في الجبال، بحيث الماء يصل زي ما ذكر الدكتور طرباق نظيف للخزان، والخزان يستوعب عندنا عدة يعني مستويات حسب مزرعته. إذا كان مزرعة كبيرة نضع له حوالي 240 طن، إذا كان أقل 120، إذا كان 90، إذا كان أقل. وثم نضع لهم خزان نسحب من الخزانات الحصاد المياه الأمطار إلى الخزانات اللي تستخدم للري، خزانات يسمونها الزملاء في الجنوب الخزانات الأفغان، وهي خزانات دائرية. يعني جعل المزارع، حاولنا في بداية الأمر بداية المبادرة نستخدم خزانات الفايبر، وبعدين ما أقنعت الجهات المسؤولة عندنا وبدأنا نلجأ إلى الخزانات الخرسانية، وفي بعض المناطق طلب منا أن نعمل لها تغطية ببناء حولها لا تشوه المواقع، لأنه صار عندنا حوالي أكثر من حوالي 2000 خزان على مستوى المناطق. ومستقبلا إن شاء الله أننا يعني نحاول بقدر الإمكان نضع الواجهات بما يتناسب مع بيئة كل منطقة. يعني هذه كانت يعني من أهم الأشياء المهم جدا. إنه يعني هذه المزرعة اللي أنتم تشوفونها الآن، العام الماضي صحيح طبعا لها 5 سنوات وما عندي صورة للموجود اللي بعد كذا، لكن إن شاء الله فيه إن شاء الله أن وضعتها. لكن المزرعة هذه بعد 4 سنوات أصبحت العائلة تشتغل في بيع التين لمدة 3 أشهر إلى 3 أشهر ونص. كل أفراد الأسرة يبيعون على الطرقات والأسواق وفي كل مكان. إنتاج التين حوالي عنده حوالي 8 أنواع من التين، إضافة للجوافة وللوز وكذا. فأصبحت يعني هذه المدرجات بعد تأهيلها عائد اقتصادي للسكان المحليين. اللي بعدها، احنا يعني بقدر الامكان يعني حاولنا ان نجلس مع المزارعين، الحمد لله وفقنا في حوالي ويعني 26 مزارع وجدنا عندهم اصول نباتيه وراثيه، محاصيل وراثيه يعني ذات اصول وراثيه قديمه من 60 و100 سنه واكثر. وحاولنا ان نعطيهم شهادات، وتم يعني الدكتور ناصر المري رئيس مركز البذور في الوزاره اتصل معاهم واعطاهم شهادات، والان يعملون معاهم على تعريف هذه المحاصيل وتضمينها والبصمة الوراثية وإعادة إكثارها. والحمد لله الآن اشتغلنا مع كثير من المزارعين، الآن معظم المحاصيل اللي نوزعها للمزارعين ذات أصول وراثية جيدة وقد تكون ممتازة، مثل اللوز والرمان هذه يعني من الأشياء اللي حنا ذكر رئيس شو اسمه المحمية الله يحفظه، اللي هي الدور إعادة تأهيل المدرجات وحرث المدرجات. لأن إذا حرثت المدرجات بهذه المساحات اللي ذكرتها كلها، هي عبارة عن حصاد مياه أمطار، أن المياه ما بدأ يعني الأرض تصلبت. وأنا دائما أذكر وذكرت في الجامعة وأنا أدرس الطلاب،
ان يعني هناك مثلث يسمونه مثلث الحياه، اللي هو النبات والامطار والانسان. اي واحد منهم يمشي، فعندنا في المنطقه الجنوبيه تركوا الناس للمنطقه وهاجروا، وبالتالي يعني تخلخلت يعني المدرجات والسيول. يعني كانوا زمان الواحد يعني يمكن يبخل على نفسه ويسوي المدرج الزراعي عشان الماء لا يروح اللي بعده، عشان هو مدرج يستفيد، والابار كانت تمتلئ. بعد ما هجرت الناس تدهورت البيئه بشكل كبير، يمكن وصل 80%. ويعني وبالتالي عوده حقيقه هذه التوجه من الدوله ومن الجهات المعنيه بدعم هذا القطاع، بدعم وإنشاء المراكز والاهتمام بحصاد مياه الأمطار والاستمطار، كل هذه الحقيقة إن شاء الله أنها يعني تفيد الوطن وتفيد أبناء الوطن وتعود بلادنا كما كانت وأفضل. مدينة جدة من المدن اللي أنا مع أهلها يقول ما سمعنا بالأمطار فترات 40-50 سنة، الآن رجعت جدة هي الأكثر مدينة ممطرة في المملكة، وهكذا هي إذا فترات زمنية تأخذ من فترة إلى فترة. الشريحة اللي بعد الله يخد. ملخص شغلنا وتحضير الأرض وبناء وصيانة المدرجات، إنشاء وتقنية حصد، سواء حكوم سواء قضايم سواء خزانات وتنظيف الممرات المائية، هذا هو شغلنا في المبادرة. ومن 5 سنوات نحن يعني كل يوم نحصل على فكرة جديدة، نحصل على دعم جديد، نحصل على، وفي الأخير كله هي فكرة كيف تعاد هذه وكيف استغل مياه الأمطار بأقل، يعني القطرة اللي تنزل احنا نستغلها استغلال إن شاء الله كامل بإذن الله تعالى. اللي بعدها دكتور أيوة تبقى دقيقتين من الوقت. أنا اللي بعد الله يحفظك. طيب الاثر البيئي للمبادره، اول شيء زياده المسطحات الخضراء باكثر من حوالي 2500 هكتار بعد اكتمال مراحل المبادره. يعني من الملاحظ ان غابات العرعر اللي ما بدا فيها ظاهره الموت، كل المدرجات اللي تم تاهيلها من حوالي 5 سنوات لشاهدنا عوده، لان الجذور العرعر امتد جذوره الى 30 الى 40 متر، واللي تمتص المياه هي الشعيرات الجذريه، بالتالي عوده المدرجات هي عوده لحياه الغطاء الغابي. العرعر اهم نبات موجود في الجنوب، ولاحظنا هذه ملاحظه والحمد لله، مو بس يعني كذا لاحظنا انه يعني كثير من المدرجات الزراعيه صار فيها انبات من مباشره من بذور العرعر يعني، ونقلنا عدد منها الى وبعض المزارعين رفض، قال لا انا احطها حول المدرجات. فعندنا الحمد لله تباشير خير من هذه الفكره، فكره اعاده تاهيل المدرجات، ولعل الدوله مستقبلا مع الغطاء النباتي كذا يعملوا اعاده تاهيل المدرجات في القطاع الغابي في الغابات نفسها، لان في مدرجات زمان الدكتور يتكلم عن الزراعه المطريه او البعليه، هي ما يجوز نقول بعليه نقول مطريه، كان في هناك يعني ما يعرف ب يعني الارض التشاركيه ما بين القبائل، فكانوا يزرعونها حنطه وشعير وكذا، لكن ليس محدده لاحد. الان بعد ما اصبحت المملكه بلد واحد وكذا، يعني هذه الجزئيه انتفت واصبحت كل الاراضي والغابات كلها الدوله يعني، فهذا سابقا كان. اللي بعدها طبعا لا ننسى ان تمتص اشجار الكربون، و يعني لها علاقه كبيره جدا زياده مؤشر الحياه الفطريه، وهذا الشيء لا يا اخوان، اعاده تاهيل المدرجات وعمليه الحرث الشهري الموسميه وكذا هي عوده للطيور. انا لم اشاهد طيور الصقور منذ حوالي 30 40 سنه، عادت انا وجدت على غذاء موجود في عاده الزراعه وزراعه الاراضي وزراعتها هي عوده للحياه الفطريه، تلقى الحياه الفطريه الطيور وكل من غذاء جاهز، سواء حبوب سواء كذا، والا كيف اننا نتكلم عن حمايه التنوع الاحيائي وكذا واحنا ما نهتم بالزراعه؟ الزراعه جزء مكون اساسي لعوده الحياه الفطريه، لعوده الطيور، وعوده الكائنات الدقيقه التربه، فاذا احنا يعني كل عملنا ينصب في اننا نطور الزراعه ونطور القطاع البيئي بما فيها التنوع الاحيائي، المحافظه على التربه وهي اهم حاجه، على تربه المناطق الجنوبيه لا حسب ما ذكرت بعض المصادر 3000 الى 4000 الى 7000،
طيب لما نترك الأمطار تعمل لها جراف وكذا تذهب إلى البحر بدون ماء، فنحن عادة تأهيل المدرجات هو حفاظ على ترب، وترب زراعية ذات قوام، يعني من أفضل الترب على مستوى يمكن الجزيرة العربية إذا قارناها بأي جزء ثاني. استعادة الغابات زي ما ذكرت. إذا نحن في الأخير الشريحة اللي بعدها بالله، هذه بعض الأعمال اللي عملناها من خزانات، من أحواض. شوف يا دكتور الطرباق الحوض المائي هذا زي ما ذكرت يبقى 3 شهور، يبقى شهرين، الآبار اللي حولت تمتلئ، درجات اللي عملناها كيف الآن يزرعون قمح، يزرعون دخن في، يزرعون قمح، يزرعون شعير. اللي بعده شوف أشجار الغابات حولها بدأت تأخذ وضعها. اللي بعده، وهذه بعض الأعمال اللي عملناها. اللي بعده الله يحفظ، اللي بعده. وشكرا لكم، ولعل ان شاء الله اذا كان في استفسار ولا اسئله. شكرا لك يا دكتور اسماء، وشكرا لجامعه الملك سعود، جامعتي اللي انا خرجت منها وعملت فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور، يعطيك العافية. في الختام نشكر معالي رئيس الجامعة على رعاية اللقاء، ونشكر سعادة عميد الدراسات العليا على حضوره ودعمه، نشكر سعادة المتحدثين، شكرا لفريق الدعم والتنسيق، شكرا للحضور الكريم، ونلقاكم في أمسية بيئية قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.